السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو تصحيح للامتحان الوطني 2023 الدورة العادية. غنديرو ليه تصحيح باللغة العربية، ملي غادي نساليه غادي نعاودو باللغة الفرنسية باش الناس اللي كيقراو بالفرنسية، يعني الناس ديال البيوف حتى هما يشوفوا التصحيح. دونك علاش درنا التصحيح؟ باش يستافدوا منه الناس اللي غتكون مثلا عندهم الاستدراكية ولا الناس ديال السنوات المقبلة. فقط ملاحظة بالنسبة لهذا الامتحان الوطني، يعني جميع القواعد اللي فيه ديجا خدمناهم في حصص مباشرة على الانستغرام، خصوصا الدالة خدمنا بحالها في الحصص او لإحدى الحصص المباشرة. يلا ردوا معي البال الاخوان، المعطيات والوطني راه عندكم، حاولوا تاخذوا الاسئلة وتحطهم قدامكم. اذا عطونا 4 ديال النقاط ا او بي او سي او اوميغا، ياك هادو هما المعطيات، رانا غير عاودتهم في السبورة. اذا السؤال الاول هو احسب ا بي فيكتوريال ا سي، خصنا نبينوا انها كتساوي هاد العجب هذا. اذا عادي جدا، غادي نحسب اولا غادي نحدد اولا الاحداثيات ديال ا بي وغادي نحدد ديال ا سي ونحسب الجذع المتجهي كما كنديروا. لدينا ا بي، غادي نبدا بديال بي، فين هما بي؟ جوج واحد جوج ناقص 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 ديال ا، زيرو واحد أربعة. هكا اسهل باش ما تغلطش في الحساب، يعني ان المتجهه ا بي الاحداثيات ديالها هي جوج ناقص زيرو زيرو ناقص جوج. الاولى عندنا ديك ا سي حتى هي، غنبداو بديال سي ناقص ديال ا، جوج خمسة زيرو ناقص 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 ديال ا. وهكذا غادي نلقاو ان ا سي كتعطينا في الأفصول جوج أربعة ناقص أربعة. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نحسب الجذع المتجهي. أ بي متجهي أ سي تساوي، هنا غادي ندير واحد المحددة مساعدة، هذه ماشي خاصية في الدرس ولكن كتسمى واحد اللعيبه كتساعدنا، داكشي علاش كنديروها بين مزدوجتين. دونك غنبدا بديال ا بي، جوج زيرو ناقص جوج، الاخرى جوج اربعة ناقص اربعة. صافا الاخوان، هذه بحال مثلا النهايات ملي كدير مثلا بلوس لانفيني في بلوس لانفيني كدير بين مزدوجتين، حيت ماشي كتابه رياضيه، حتى هذه ماشي خاصيه، كنديروها بين مزدوجتين. كتساعدنا باش نخرجوا دوك المحددات الصغار، ثلاثه ديال المحددات، الاولى في اي، الثانيه في جي، او التالتة في المتجه ك. بالنسبة للأولى كنخبي السطر، بالنسبة ديال اي كنخبي السطر ديال اي، غيبقى لك دوك الربعة الآخرين، صفر أربعة جوج أو ناقص جوج ناقص أربعة. مزيان، ديال جي كنخبي السطر ديال جي وكيبقاو لك دوك الربعة، جوج جوج ناقص جوج ناقص أربعة. ديال ك كنخبي السطر ديال ك وكيبقاو لك دوك الربعة، جوج جوج صفر أربعة. صافي كنحسب ناقص أربعة في زيرو هي زيرو، ولكن ندير ندير الناقص ديال الخاصية، ناقص جوج في أربعة هي ناقص تمنية، مع هاد الناقص كتولي زائد تمنية نضربها في إيه. ناقص ناقص أربعة في جوج هي ناقص تمنية، ناقص ديال القاعدة قبل ما نحسب، ناقص جوج في جوج هي ناقص أربعة، مع هاد الناقص كتولي زائد أربعة في جي. أربعة في جوج هي ثمانية، ناقص ديال القاعدة بعدا زيرو، وغادي نقاد الحساب، تعطينا ثمانية إي، هادي شحال غادي تساوي؟ ناقص أربعة، ولكن فهاد ناقص تعطيك زائد أربعة جي، زائد ثمانية، ثمانية ك. إذا هما شنو طلبوا منا باش نبينو؟ طلبوا منا باش نبينو هاد العجب هذا، يعني غتعمل بأربعة فقط. تعمل بربعة، إلا عملنا بربعة شنو غيبقى لك بلاصة تمنية؟ سي نورمال غادي تبقى لك جوج إي، وهنا شنو غادي يبقى لك؟ واحد، يعني جي، واحد في جي، وهنا شنو غادي يبقى لك؟ جوج في كا. إذا نفس النتيجة اللي لقينا هي اللي طلبوها منا، غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. دابا غنمشيو للسؤال الموالي، يعني السؤال بي، استنتج مساحة المثلث أ بي سي والمسافة بين النقطة
بي والمستقيم اسي. هاد جوج حوايج ديجا خدمناهم في التمارين في لي لايف، ودرت عليهم فيديو خاصه، فيديو خاصه فقط بمساحه المثلث كاينه في اليوتيوب، وفيديو خاصه بكيفاش كنحسبوا النقطه او المسافه بين النقطه ومستقيم، ودرناهم في بزاف ديال التمارين. وللاسف بعض التلاميذ ما كيتسوقوش لهاد الحوايج هادي اللي هي استثنائيه، يعني اللي ممكن يغفلوك بها صافي. وراه دائما كنقولها كان ملي خدمنا التمارين في اللايف ديال مساحه المثلث، رغم انه ما تحطتش في الوطنيه اللي قبل، ولكن قلت لكم ضروري خصكم تعرفوها. اذا شنو كنا درنا؟ لدينا شنو هي القاعده اللي كنت عطيتكم؟ قلت لك المساحه ديال المثلث ا بي سي، غير غنطبق داكشي اللي عطيتك، كتساوي المنظم ديال ا بي فيكتوريال ا سي على ايش؟ على جوج، كتقسم على جوج. اما الا قال لك المساحه ديال متوازي اضلاع ما غتقسمش على جوج، حيت المساحه ديال متوازي اضلاع اولا المثلث هي نصف مساحه متوازي اضلاع كما شرحنا بطبيعه الحال. وضروري خصك تضرب في وحده قياس المساحه يو ا. المنظم كيفاش كنحسبوه؟ راه عندك بعدا ا بي ا سي هاياك. كيفاش كنحسبوا المنظم؟ كنديروا شنو؟ الافصول الاستثنان، الارتبو الاستثنان، الانسوب الاستثنان. بغيتي تنشر عليهم هاد الاربعه باش ما تلفكش، ماشي مشكل. شوف شنو غادي ندير، حيت كاينين جوج طرق، يا اما غادي تخرج ديك ربعه تخرجها على برا ماشي مشكل، ودير الافصول الاستثنان الارتبو الاستثنان، اولا تنشر عليهم ديك ربعه. يعني شنو غيكون هذا الشيء؟ غتعطيك 8 اي زائد 4 جي زائد 4 ك بحال هكا. من بعد كدير كما قلت الافصول ديال المتجه والاستثنان، الارتب والاستثنان، هذيك راه 8 هذه حيت جوج في 4 زائد 8 والاستثنان. علاش؟ على جوج. شنو غدير؟ الآلة الحاسبة ديالك، من حقك تستعمل الآلة الحاسبة، سمحوا لي دقيقة ناخذ الآلة الحاسبة. إذا عندي شنو؟ نقدو الحساب، عندي 8 أس 2 أييه زائد 16 يعني 4 أس 2 زائد عاوتاني 8 أس 2 كتساوي 12 على ديك جوج واللي هي 6. ودائما وهذا تقياس المساحة يو ا لينيتي دير. هذا فيما يخص المساحة. راك دابا نمشيو المسافة بين نقطة ومستقيم. اشنو قلت لك؟ حسب القاعدة كتحتاج ثلاثة ديال الحاجات، ثلاثة. النقطة اللي بغيتي تحسب المسافة بينها وبين المستقيم راه هي بي، وكتحتاج واحد النقطة كينتمي ليها داك المستقيم مادام انه سميتو ا سي، يعني ا كتنتمي ليه وسي كتنتمي ليه، كتختار وحدة فيهم. وكتحتاج عاوتاني متجهه موجهه، يعني المتجه اللي كتوازي داك المستقيم. غادي نرسم الشكل، هذه هي النقطه بي، هذا هو المستقيم ا سي كيدوز من ا او سي، ولكن خاصني المتجهه الموجهه. منين غادي نجيبوها؟ راه هي نيت ا سي، ا سي يعني كاينه فوق منه ياك، انا غادي نخرجها لتحت غير باش تبان لينا هي ا سي. صبر اخوان، يعني ديك المتجه كاينه فوق المستقيم، حيت ا او سي كينتميو، انا غير خرجتها باش زعما تبان لينا ديك المتجهه. اذا شنو غادي ندير؟ حسب القاعده اللي عطيتكم، المسافه بين نقطه والمستقيم ا سي اللي ما تسوقوش ليها بعض التلاميذ، شنو غادير؟ الفوق كنديروا المنظم ديال واحد المتجهه، ولتحت المنظم ديال واحد المتجهه اخرى. انا كيكون فيكتوريال، يعني كيكون عندك ثلاثه المتجهات، ثلاثه المتجهات وحده كتعاود جوج مرات. اشنو هي اللي كتعاود جوج مرات؟ هي المتجهه الموجهه، ياك المتجهه الموجهه هي اسي، هي اللي غادي تكون لتحت وكتعاودها الفوق. عندك الاختيار ديرها في هذه البلاصه ولا هذه البلاصه، بحال نفس 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 القضيه. بقات لي هذه المتجهات الثالثه او الثانيه حيت هذه تعاودت. شنو غادي ندير؟ هذيك المتجهه هي مكونه، يعني غادي ناخذها من النقطه اللي بغيت نحسب المسافه بينها وبين المستقيم، والنقطه كتنتمي للمستقيم. يا اما غادي نعتبرها هي بي سي، او لا ممكن نعتبرها بي ا او لا ا بي، الاختيار ديال النقط ما كاين حتى شي مشكل الا قلبتيهم. انا مثلا غادي نختار المتجهه ا بي، يلا حيت كيمر من جوج النقط داكشي علاش عندي جوج اختيارات. دونك غادي نختار هذه المتجهه، هذه المتجهه علاش؟ باش نخرج في هذه، باش ما نعاودش عاوتاني حسابات. كاين اللي غادي يختار بي سي خصو عاوتاني يحسب بي سي فيكتوريال ا سي ويعرف شحال كتساوي عاد يجي يكمل الحساب، ولكن من الاحسن تخدم ب ا سي او لا ا بي.
خدم بابي صافا الاخوان هادشي اللي كاين. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب المنظم ديال الفوق، راه ديجا حسبناه. شحال لقيت في المنظم ديال الفوق؟ هادي لقيت فيها 12. والمنظم ديال التحتاني غادي نحسبها، ولكن قبل ما نحسب خصني نتفكر ديك المتجهه اسي. عقلتوا على المتجهه اسي التي نعاود نحسبها الاخوان؟ سي ناقص 0 او لا 2 ناقص 0 هي 2، 5 ناقص 1، 5 ناقص 1 هي 4، 0 ناقص 4 هي ناقص 4. راه ديجا درنا في السؤال اللي قبل، غير تنسات عليا داكشي علاش عاودتها تما. كيفاش كنحسبوا المنظم ديالها؟ كنديروا جذر مربع لا افصل استثنان، يعني 2 استثنان زائد 4 استثنان زائد ناقص 4 استثنان، ديرها بين قوسين، عندك دير ناقص بيناتهم. غادي ناخذ عاوتاني الاله الحاسبه ديالي. اذا غادي تعطيك سيدي شحال؟ 4 زائد 16 زائد 16 كتساوي 6، 12 على 6. 12 على 6 شحال كتساوي؟ الا قسمتي 12 على 6 شحال كتساوي؟ كتساوي 2. صافي مزيان، دي هي الطريقه ديال الحساب. اذا غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. غنمشيو للسؤال الموالي. هنا عطاونا واحد المعطى اللي تكون دي منتصف القطعه ا سي، غادي نبينو ان المتجهه دي اوميغا كتساوي هذه العجبه هذا. اذا اول حاجه غادي نحدد الاحداثيه ديال دي، حيت خصني الاحداثيه ديال دي مادام انها المنتصف ديال القطعه ا سي، يعني غادي نستعملوا القاعده اللي كنت عطيتكم. درنا حتى هذا الشيء هذا درناه. دونك لدينا المنتصف ديال القطعه هي دي، دونك كيفاش غادي ندير الاحداثيات؟ كنديروا الافصول زائد الافصول على 2، الارتو زائد الارتو على 2، يعني ديال هادو، الانسوب زائد الانسوب على 2. صافي مزيان، يعني دي الاحداثيات ديالها شنو؟ غادي نبقى نعوض 0 زائد 2 الكل على 2، 1 زائد 5 على 2، 4 زائد 0 على 2. يعني الاحداثيات ديال دي 1 3 2. حسبها، 2 على 2 هي 1، 6 على 2 هي 3، 4 على 2 هي 2. اذا حنا لقينا. دابا غادي نمشي نحدد الاحداثيات ديال دي اوميغا. غادي نجي لهاد الصبور عافاكم باش نديروها. لدينا دي اوميغا، كيفاش كنحددوا الاحداثيات ديال المتجهه؟ ديال المتجهه كيفاش كنحددوهم؟ كنديروا اكس اوميغا ناقص اكس دي، ايغريك اوميغا ناقص ايغريك دي، زد اوميغا ناقص زد دي. صافي، الافصول ناقص الافصول، الارتوب ناقص الارتوب، وهكذا. يعني اكس اوميغا ناقص اكس دي، ايغريك اوميغا، كلشي درنا كلشي، هادو متجه احداثيات متجهه، زد اوميغا ناقص زد دي. وغادي تحسب، يعني يلا الاخوان غادي نقاد الحساب ديالي. شحال كتساوي اكس اوميغا؟ 3 ناقص 1 زيد اسيدي 4 ناقص 3، هذيك الاخرى 4 ناقص 2، ومنه دي اوميغا غادي تعطي عندك الاختيار، يا اما تخليها بهذا الشكل يا اما غتكتبها بداك الشكل الاخر، حيت كاينين جوج اختيارات. مثلا عندي واحد المتجهه الاحداثيات ديالها مكتوبين بهذا الشكل هذا، عندي الاختيار نكتبهم بهذا الشكل اولا نكتبهم بهذا الشكل الاخر. ثلاثه ديال الاختيارات بالنسبه للمتجهه. انا كيبان ليا هذه الكتابه غادي نحولها لهذه الكتابه باش نلقاو فيها هاد العجب. صافي، غنلقاو فيها هاد العجب. وبالتالي
دي أوميغا تساوي جوج في إي زائد واحد في جي زائد جوج في كا. شنو غادي ندير باش نلقى داك الشيء اللي عطاونا بالضبط؟ غادي نعمل بواحد على أربعة. إلا عملت بواحد على أربعة يعني جوج غادي نقسمها على واحد على أربعة في إي، جي حداها واحد يعني غادي نقسموها على واحد على أربعة يعني في جي، زائد جوج مقسوم على واحد على أربعة. أي حاجة عملت بها كتقسم عليها الآخرين عادي جدا، شي حاجة ماشي ماشي زعما شي حاجة ما عمركم شدوها ولا صعيبة. إلا قلبت شنو غادي تعطيك؟ غادي تعطيك أسيدي هادي غادي تعطينا 8 ياك، 8 إي زائد هادي إلا قلبتها كتعطيك 4 جي، زائد هادي إلا قلبتها عاوتاني 4 في جوج هي 8 في 1 أولا على 1، دونك هي 8 كا. وكما كتلاحظوا معايا سيروا للإحداثيات ديال أبي متجه أسي، هما هادو راه إلا 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 مثلا نشرت ديك 4 تعطيك 8 إي زائد 4 جي زائد 8 كا، راه هي هاديك. دونك ا بي فيكتوريال اس، هذه هي الطريقه ديالها. يلا غادي نمسح ونعود نتلاقاو. اذا غادي نمشيو للسؤال بي، استنتج ان المسافه بين اوميغا والمستوى ا بي سي كتساوي 3. هنا عندك جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى غدير الطريقه العاديه اللي كلكم كتعرفوا، غادي تحدد المعادله الديكارتيه ديال المستوى ا بي سي، ومن بعد تحسب المسافه بين النقطه والمستوى. اوكي، عندك متجه منضمية وعندك نقطة يمر منها للمستوى، يا إما يا إما بي يا إما سي، يعني كتكون سهلة باش تحدد ديك المعادلة الديكارتية. أوكي، كاين الطريقة الثانية هي اللي قصدوا باش نسنتجوا، ولكن راه ممكن تستعمل الطريقة الأولى بحال بحال، المهم خص غير تكون الإجابة صحيحة. شوف معايا، عندي هذا المتجه كتساوي عدد في متجهة أخرى، مثلا عندي واحد المتجه إي كتساوي واحد العدد حقيقي ك في المتجه في. اشنو يمكن نقولوا على هاد جوج متجهات؟ غنقولوا عليهم راه متوازيين، ولكن بلغه الرياضيات كنقولوا مستقيميه، زعما متجه كتساوي كتوازي متجه اخرى. اذا غادي مباشره لدينا المتجهه دي اوميغا و المتجهه ا بي ا سي مالهم متوازيين، زعما مستقيميه مستقيميتين أو مستقيمية. صافي مزيان. عندي عاوتاني واحد الحاجة أخرى، شناهي؟ عندي يا سيدي المتجهة أبي فيكتوريال أسي منضمية للمستوى أبي سي أو لا أبي فيكتور أبي سي، يعني المستوى كندويو دابا على المستوى أبي سي. ديك المتجه العمودي على المستوى أبي سي شناهي؟ أبي فيكتوريال أسي، هادو جوج معطيات باينين واضحين. مزيان، شوفوا معايا، عندك هاد النقطة دي، هاد النقطة دي شناهي؟ هي المنتصف ديال القطعة أسي، دونك هاد دي بزز عليها غتنتمي للمستوى. غتقول لي علاش؟ غادي نرسمو الشكل هذا مثلا هو المستوى ا بي سي، يعني دوك النقط الثلاثه غينتميو. ها هي ا، مثلا ا كاينه هنا، سي كاينه هنا، النقطه بي كاينه هنا، المهم كينتميو لهذا المستوى. مادام ان دي هي المنتصف ديال القطعه ا سي، اذا سي نورمال غادي تكون فوق المستوى، هذه هي النقطه دي. صافي الاخوان مزيان، عندي المتجه المنضمية كتكون عمودية على هذا المستوى. إيوا شوف معايا واحد اللعيبة، شوف ياك هادي عمودية على المستوى، إيوا راه حتى هادي غادي تكون عمودية على المستوى، هاد دي أوميغا. لماذا؟ حيت متوازيين، راه مايمكنش تكون ديك دي أوميغا بحال هكا، مايمكنش، راه في هاد الحالة ما متوازينش، إذا خص ضروري يكون متوازيين. ولكن فين غادي تكون بالضبط؟ غادي تكون هنا اوميغا دي، هذه هي المنتجه اوميغا دي. صافي مزيان الاخوان، واخا الشكل المهم راه ما استعملتش لا المسطره لا والو، هذا الشيء غير باليد، انتم راه فهمتوا الفكره شنو 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 درت. هذه هي اوميغا باش يكونوا
متوازين مزيان. دابا خصني نحسب المسافه بين هاد اوميغا وهاد المستوى، كيفاش غادي ندير؟ قالوا لينا حسب الدرس اللي كنت شرحت لكم، قال لك اسيدي حسب لي المسافه بين هاد النقطه وهاد المستوى، مثلا هذا مستوى بي، كيفاش كنديروا؟ اشنا هي المسافه؟ هي اقصر مسافه بين هاد النقطه والمستوى، بحيث هاد النقطه خصك دير لها المسقط العمودي بحال الا لحقتيها وطحت فوق المستوى، وطحت فوق المستوى مثلا، هذه هي النقطه بي، يعني المسافه بين ا والمستوى هي نيت المسافه ا بي. اوكي، هذه اقصر مسافه. اما الا مشيتي حسبتي لي هذه المسافه راه تكون كبيره، هذه كبيره، لا ديما كناخذوا ديك المسافه اللي كاينه بين جوج النقط، بحيث هاد النقطه هذه هي المسقط ديال ا. اذا داكشي اللي كنلاحظوا في داك الشكل ديالنا، كنلاحظوا ان دي هي المسقط العمودي ديال اوميغا، دي المسقط العمودي لأوميغا، علاش؟ على المستوى ا بي سي. اذا شنو كنستنتج؟ كنستنتج ان المسافه بين اوميغا وداك المستوى هي اقصر مسافه. شنو هي اقصر مسافه؟ هي المسافه بين اوميغا ودي، يعني دي اوميغا ولا اوميغا دي، بحال احنا نديرو دي اوميغا، حيت المسافه ممكن تقلب الترتيب، ما كاين حتى شي مشكل، المتجه اللي ما خصكش تقلب الترتيب ديال النقط. صافي الاخوان، هادشي اللي كاين. دابا خصني نحسب غير المسافه دي اوميغا، كيفاش غادي نحسبها؟ عندك جوج طرق، يا اما غادي تستعمل الطريقه العاديه، كدير جذر مربع الافصول ناقص الافصول اس 2 زائد الارتب ناقص الارتب اس 2 زائد الانسب ناقص الانسب اس 2، او لا ممكن تستعمل هذه، ممكن تستعملها. كيفاش؟ المسافة كتعني المنظم ديال المتجهة دي أوميغا، بمعنى المنظم ديالاش ديال 1 على 4 AB فيكتوريال AC. صافي الإخوان، مزيان. هاد AB فيكتوريال AC شحال كتساوي؟ كتساوي هاد العجب هذا، بمعنى نضرب في 4 زائد 2 ك باش تختزل ليا 4 مع 4. صافي، غادي نحسب المنظم ديال واحد المتجه. كيفاش كتحسب؟ كدير جذر مربع الافصول اس 2 الارتب اس 2 زائد الانسب اس 2، واللي كتعطيك جذر التسعود واللي هي 3. كما قلت لكم الاخوان، اللي بغى يستعمل ديك الطريقه الثانيه عادي جدا، المسافه بين جوج النقط خاصيه ديالها. غادي نمسح ونعاود نتلقاو. غنمشيو للسؤال الموالي. عطاونا المعادله ديال الفلكه اس، هي هذه، حدد مركز وشعاع الفلكه اس. اذا لدينا، غادي نخرجوا منها متطابقه هامه، اس تكافئ، غادي نعزل لي زيكس بوحدهم، لي زيكريك ولي زيد زائد 32 تساوي 0. اذا الطريقه اللي كندير، غادي نخرج متطابقات الهامه، خصني نزيد ونقص عدد. كيفاش كندير؟ شوف اكس اس 2 ناقص 6 اكس، باش تعرف داك العدد اللي غتزيد وغتنقصو، غادي تقسم ناقص 6 على ناقص 2، شحال كتساوي؟ كتساوي 3. اذا غتزيد 3 اس 2 وتنقص 3 اس 2، كنزيدو ونقصو اس 2. نفس الشيء بالنسبه للاخرى، شنو هو العدد اللي غادي نزيد؟ الا قسمت ناقص 8 على ناقص 2 شحال كتساوي؟ كتساوي 2 ياك، اولا كتساوي 4. اذا غادي نزيد 4 اس 2 ونقص 4 اس 2. نفس الشيء بالنسبه للاخرى، غنزيد 4 اس 2 ونقص 4 اس 2، عاد ديك زائد 32 تساوي 0. دابا غادي نخرج متطابقات الهامه، اكس ناقص 3 الكل اس 2 ناقص 9 ناقص 2 اولا ناقص 4 ناقص 4 اس 2
لكل استثنان. من بعد ناقص 16 زيد نفس الشيء بالنسبة للأخرى، زيد ناقص 4 لكل استثنان ناقص 16 زائد 32. شنو غدير من حقك تستعمل الآلة الحاسبة باش تحسب هذوك الأعداد اللي بقاو ليا تما؟ صافي الإخوان، إذا غناخد الآلة الحاسبة باش ما نديروش شي خطأ في الحساب. مثلا عندي بدي باش نحسبوها، عندك تما ناقص 9 ناقص 16 ناقص 16 زائد 32، شحال كتساوي؟ ناقص 9، وديك ناقص 9 ديها لذاك الطرف. غتولي 9، وهذيك 9 هي في الحقيقة 3 أس 2. ومنه اس الفلكة التي مركزها اشنو نسموا المركز ديالها تما؟ هي اوميغا. علاش؟ حيت اوميغا 3 4 4 التي مركزها اوميغا وشعاعها شحال تما؟ 3. الشعاع هو داك العدد اللي مرفوع بالاس، هي 3. اذا غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. اذا غادي نمشيو للسؤال الموالي، بين ان المستوى ABC ممس للفلكة S في النقطة ينبغي تحديدها. اذا امتى كيكون بعدا المستوى ممس للفلكة؟ امتى؟ الا كانت المسافة بين المستوى والفلكة كتساوي الشعاع، وحنا راه ديجا حسبنا المسافة بين المستوى بين الفلكة والمستوى بمعنى اوميغا و ABC، لقينا فيها 3. اذا غادي نقول ليه لدينا حسب السؤال السابق، لدينا دي اوميغا ابي، شحال كنا لقينا فيها؟ لقينا فيها 3، بمعنى المسافة بين الفلكة والمستوى كتساوي 3، حيت كنحسبوا المسافة بالضبط بين المركز والمستوى، وهاد 3 راه هي الشعاع، هي الشعاع R، يعني الشعاع ديال الفلكة. إذا شنو هو الاستنتاج؟ ومنه أولا، إذا المستوى ABC مماس للفلكة S، ياك؟ علاش؟ حيت المسافة كتساوي الشعاع، ولكن أنا غادي نزيد في النقطة، النقطة دي، وغادي نفسر علاش. غتقول لي علاش بالضبط قلتي راه ديك النقطة فاش كيتلاقاو هي النقطة دي؟ هادي حنا دابا مثلا إلا رسمنا الشكل، هذا غير شكل توضيحي وصافي، هذا هو المستوى، هذه هي النقطة دي. علاش؟ علاش قلت بالضبط في النقطة دي؟ علاش؟ حيت أصلا المسافة بين أوميغا وهاد المستوى ABC هي نيت المسافة أوميغا دي، بمعنى أولا بطريقة أخرى، عندك دي كتنتمي للمستوى ABC، لأن دي تنتمي إلى المستوى ABC. هتقول لي علاش؟ علاش؟ حيت بينها سابقا قلنا أن دي هي منتصف القطعة AC، إذا دي راه كتنتمي للمستوى ABC، راه ذكرتها أصلا في السؤال اللي قبل. زيد و دي حتى هي كتنتمي للفلكة S، ولكن علاش؟ علاش بالضبط؟ هذه غادي نديرو بين قوسين نقول لكم علاش. لأن المسافة دي أوميغا شحال كتساوي؟ كتساوي 3، واللي هي نيت الشعاع، بمعنى المسافة دي أوميغا كتساوي الشعاع. إذا كانت المسافة بين المركز وشي نقطة كتساوي الشعاع، يعني ديك النقطة راه كتنتمي للفلكة. إذا ملي حنا حسبنا هاد المسافة هادي اللي هي نيت المسافة بين أوميغا و ABC، لقينا كتساوي الشعاع، صافي؟ يعني دي راه كتنتمي للمستوى وفي نفس الوقت كتنتمي للفلكة، داكشي علاش قلنا راه ديك النقطة هي فاش كيتلاقاو، ديك النقطة هي فاش كيتلاقاو. غادي نمسح ونعاودو نتلاقاو. إذا غادي نمشيو للسؤال الأخير. بالنسبة للسؤال الأخير هنا عطاونا واحد جوج مستويات كي واحد وكي جوج، مالهم؟ متوازيين مع المستوى ABC، مزيان.
ويقطعان الفلك اس فين ويفقى دائره الشعاع ديال ديك الدائره فاش كيتقطعوا هي جذر 5. اذا غادي نرسم الشكل قبل ما نمشيو للسؤال باش نفهموا واحد الحوايج ضروري خصنا نفهموها. هذه هي الفلك اس مزيان. عندك داك المستوى الاولاني حيت عندك دابا جوج حالات، يا اما هذا المستوى كي واحد وكي جوج غيكونوا في نفس البلاصه يعني واحد فوق واحد اوكي، او لا الحاله الثانيه غيكون الفوق. علاش؟ حيت مثلا هادو دابا راه كيتقطعوا بعدا في دائره، يلا شوف معايا الشكل، غيتقطعوا في واحد الدائره، هاد الدائره عندها المركز، دونك الشعاع ديال هاد الدائره هو اللي قالوا عليه كيتساوي جذر 5. صافا الاخوان انا رسمت غير باليد يعني ماشي بالضروره انتم ترسموا الشكل. دونك كما قلت فين غيكون داك المستوى الاخر؟ يا اما غيكون هو نيت كيو واحد او لا غيكون الفوق. علاش؟ ما يمكنش لينا نرسمو هنا، راه الا رسمتيه فوق منه راه كل ما كتمشي كتزاد الشعاع، كيتزاد الشعاع، مفهوم؟ كل ما كتمشي كيتزاد الشعاع، راه بحال دخلتي شي ورقه الوسط ديال الكره. يعني هنا الدائره راه صغيره، هنا كبر منها شويه، هنا كبر منها شويه، اذا ما منحقيش نرسم داك المستوى الثاني هنا، ضروري خص يكون في نفس البلاصه اللي يعني متماثلا باش يكون الشعاع جذر 5. حيت قال لك بجوجهم دوك الدوائر فاش كيتقاطعوا مع الفلكه الشعاع ديالها 5، داكشي علاش غيكونوا متوازيين واحد فوق الاخر. حتى هادي عندها واحد المركز الشعاع جذر 5. علاش رسمتهم بهذا الشكل ما رسمتهمش بهذا الشكل مثلا؟ حيت قلنا انهم كيوازيو المستوى ABC، هذا هو المستوى ABC، عقلتوا عليه؟ كيتقاطع مع الفلكه في واحد النقطه دي، حنا ما كتهمناش دابا هذيك دي. صافا الاخوان، اذا هادو بثلاثه هما هاد المستويات بثلاثه هم مالهم كيتوازوا مع بعضياتهم، واحد موازي للاخر، واحد موازي للاخر كي جوج. يلا ركزوا معايا، هاد كي واحد وكي جوج عوض لا ندوي عليهم كل واحد بوحدو حيت غادي نلقى نفس الحاجات، غادي نسميهم كي ديريكت، غادي نسميهم كي، اولا ممكن تسميهم كي واحد جوج باش ما تعاودش الخدمه، حيت نفس مثلا المسافه بين اوميغا والمستوى كي واحد اولا كي جوج هي نفسها المسافه بين اوميغا والمستوى كي واحد، يعني انا عوض لا نعاود الهضره جوج مرات غادي نقول لك ديريكت المسافه بين اوميغا والمستوى كي هي كذا وكذا. صافا الاخوان، يلا بسم الله. اول ملاحظه الى قرينا السؤال قال لك حدد لي المعادله الديكارتيه ديال كل مستوى فيهم كي واحد وكي جوج، بمعنى غادي نحدد المستوى ديال كي يعني بجوجهم كندوي عليهم بجوج. اشنو خاصني باش نحدد المعادله الديكارتيه ديال المستوى شي مستوى؟ خاصني جوج شروط، خاصني متجهه منظميه ونقطه يمر منها زعما كتنتمي لهذا المستوى كي واحد وكي جوج. مزيان، انا ما عنديش النقطه فاش كيتلاقاو اولا فاش اللي كتنتمي ليهم، عندي غير ديك المتجهه المنظميه. شنو هي؟ هي نيت ا بي فيكتوريال ا سي. علاش؟ مادام ان هذا المتجه عمودي على هذا المستوى ا بي سي، اذا غتكون عموديه على هذا وحتى على هذا، يعني منظميه بثلاثه ديالهم بثلاثه. اذا غادي نقول ليه لدينا ا بي فيكتوريال ا سي منظمية للمستوى عوض لا نقول ليه كي واحد وكي جوج غنكتب ليه دقة واحدة كي زعما كندوي عليهم بجوج. مزيان، إذا راه ممكن نعرف كيفاش كتكتب المعادلة الديكارتية ديال المستوى، كيفاش غادي تكتب؟ لا ديال هذا لا ديال هذا، غيكونوا بحال دابا. إذا المعادلة الديكارتية للمستوى كي واحد وكي جوج اللي جمعناهم في سمية واحدة اللي هي كي، هي عقلت عليها
كنديروا الافصول ديال المتجهه المنضبيه اللي هو 8 في اكس زائد الارتب اللي هو 4 في اي زائد الانسوب اللي هو 8 في زد زائد الدي تساوي 0. هذه هي المعادله الديكارتيه. علاش؟ حيت عندنا بصفه عامه اي مستوى المعادله الديكارتيه ديالو بصفه عامه هي هذه، كتكتب بهذا الشكل. وهاد ا و بي و سي شنو كنحطو فيهم؟ المتجهه المنضميه. اوتوماتيكيا كتعرف المتجهه المنضميه ديال المستوى، كتحطهم بلاصتهم ا في ا و بي و سي. ايوا راه داكشي اللي درت صافي. اذا هاد جوج مستويات كيتشاركوا في هاد لابارتي، في هاد لابارتي هادي. ولكن دي ممكن يتشاركوا فيها، ممكن ما تكون مختلفه صافي، ممكن تخرج لينا جوج ديال المعادلات مختلفين. ممكن تكون معادله واحده اللي هي ديال كي وديال كي واحد ديال كي جوج في نفس الوقت، ولا ممكن يكونوا مختلفين. المهم غادي نمسح عفاكم السبوره ونعاودوا نتلاقاو. اذا دابا غنشوفوا الطريقه كيفاش غادي نلقى القيمه ديال ديك دي. شوف غادي نحسب المسافه بيناش بين المركز ديال الفيلكه والمستوى كي واحد او كي جوج، راه بحال بحال يعني نفس المسافه دونك بين اوميغا وداك المستوى كي. نقول ليه لدينا المسافه بين الفيلكه وداك المستوى كي واحد هي نيت المسافه بين الفيلكه والمستوى كي جوج اللي جمعناهم في سميه واحده. شحال كتساوي؟ كتساوي سيدي القيمه المطلقه، كنكتبوا ديك المعادله خاصية عادي جدا زائد دي. علاش؟ على المنظم ديال المنظميه. المنظم ديال المنظميه كنديروا جذر مربع الافصول اس 2 ارتب اس 2 الانسوب اس 2. هذه هي الطريقه، ولكن هنا اكس و واي والزيد كنحطوا فيهم ديال اوميغا. يلا سيدي غادي نعوض ونشوف شحال غادي نلقى، شحال غادي نلقى. انا غادي نستعمل الاله الحاسبه ديريكت باش نلقاو النتيجه. اوكي غادي نستعمل الاله الحاسبه الاخوان ديريكت. راه عندي اكس اوميغا ايغريك اوميغا زد اوميغا. صافي غادي نستعمل الاله الحاسبه ونحسب. يلا شوفوا معايا الفوق يعني 8 بشحال؟ 8 في 3 اوكي زائد 4 فاش في 4 بمعنى 16 زائد شنو؟ 8 عاود ثاني في 4. راه كندوي على هادو 8 في 4 8 مقسومة على 4 بمعنى 72. 72 زائد ديك دي، دي راه مجهولة لتحت عاود ثاني غادي نحسبها. واخا ديجا حسبناها ولكن تنسات عليا، المهم غادي نعاود نحسبها. زائد 4 أس 2 زائد 8 أس 2 كتساوي 12. كتساوي 12 صافي. هذا هو الجواب ياك، هذا هو الجواب. غادي نسطر عليه. دابا غادي نحسب هذه المسافه هذه بطريقه مختلفه. كيفاش طريقه مختلفه؟ ياك قال لك هذا المستوى يقطع الفيلكه في دائره او وفق دائره. شنو عندنا واحد القاعده كنعرفوا ديك الدائره الشعاع ديالها كيفاش غادي تكتب الى عقلتوا عليه، درناها في الدرس وتعطى لك في القسم الى غير ذلك. كنديروا اغ كتساوي جذر مربع اغ اس 2 ناقص دي اس 2. هذه قاعده. هاد دي شنو كتعني؟ كتعني المسافه بين الفيلكه والمستوى اللي كدوي عليه، يا اما كي واحد يا اما كي جوج. راه قلنا كنجمعهم في حاجه واحده باش ما تعاودش الخدمه جوج مرات. صافي صافي الاخوان، هذيك هي القاعده اللي غادي ندير. اذا غادي نجي عاوتاني لهنا، شنو غادي ندير؟ من خلال هذه العلاقه ممكن تلقى المسافه بين اوميغا وكي. اذا غادي نحاول نقدوها هنا نيت. نقول لي لدينا اغ كتساوي جذر مربع اغ اس 2 ناقص دي. هذه ديال الاخوان راه ما كنقصدوش بها هذه، هذه راه المسافه غير ما بغيتش نكتب هذا. زيد غتلبس اس 2 للطرفين شي مشي داك التقاشر. يلا زيد راه بغيتي تعزل ديك الدي حيت الهدف ديالي هو نعزل الدي. اغ غادي تجيبها للطرف
وغضرب في ناقص. المهم غتعطيك سيدي او لا اغ ديال داك الطرف ودي غتجيبها لهذا الطرف بحال بحال هتولي ناقص اغ اس 2 اييه. وكيفاش غيمشي لك داك الاس 2؟ غتلبس الجذر للطرفين اغ اس 2 ناقص اغ صغيره اس 2. اذا احنا لقينا لدينا ولدينا المسافة بين أوميغا والمستوى كي واحد وكي جوج شحال كتساوي؟ جذر مربع الشعاع أس 2 ناقص داك الشعاع أس 2. شناهي هاد إغ كبيرة؟ هي الشعاع ديال الفلكة بمعنى 3 أس 2. شناهي هاد إغ صغيرة؟ هي الشعاع ديال ديك الدائرة، ديك الدائرة راه عندكم العلاقة ليه. صافا الاخوان نتمنى تفهموا، راه خرجت هذه العجبه هذا غير من خلال هذه العلاقه حيت دي اللي مجهوله تما. زيد كما قلنا جذر 5 اس 2 تعطات لك في المعطيات هنايا فينايا هايك. صافي غادي نقد الحساب ديالي نستعملوا الاله الحاسبه واخا ساهله الرياضيات ما فيهاش الثقه. 9 ناقص 5 هي 2. ماذا نستنتج؟ هاد المسافة حسبتها في شكل، هاد المسافة حسبتها في شكل، يعني هادي راه كتساوي هادي، بمعنى هادي كتساوي جوج. وبالتالي جذر 2 أو القيمة المطلقة ديال 72 زائد د على 12 شحال غتساوي؟ غتساوي جوج. ونقدو الحساب ديالنا 72 زائد د كتساوي 24. من بعد عقلت على القيمة المطلقة في السانكيام. إلا بغيتي تحيد القيمة المطلقة في المعادلة كدير فصل الحالتين أو فصل الحالات. 72 زائد دي كتساوي ناقص 24 أو 72 زائد دي كتساوي 24. يعني وحدة كتساوي 24 وحدة كتساوي ناقص 24. مزيان. ومن هنا غادي تخرج دي. إذا د كتساوي ناقص 24 ناقص 72 او د كتساوي 24 ناقص 72. وغادي نحسب باستعمال الآلة الحاسبة من حقك. ناقص 24 ناقص 72 كتساوي ناقص 96. ديك الأخرى او دي كتساوي 24 ناقص 72 كتساوي ناقص 48. ايوا ملي لقيتي جوج القيم ديال دي يعني غيكون عندك جوج معادلات. وحده غادي تعوض دي غادي تعوضها بناقص 48 ها المعادله الاولى، والمعادله الثانيه غادي تعوض دي بناقص 96. وحده غادي تكون ديال كي واحد وحده غادي تكون ديال كي جوج. إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة. غادي نمسح ونعاود نتلاقاو. إذا دابا غادي نكمل على الجواب ديالي. لقينا الدي الأولى ولقينا الدي الثانية، وبالتالي وفي الأخير المعادلة الديكارتية ديال كيو 1 شناهي؟ غادي نعاود هذه كاملة. ناقص 48 تساوي زيرو، و كي جوج غادي نعاود عاوتاني كامل هذيك المعادلة وغادي نعوض الدي بناقص 96. إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة على هذا السؤال هذا. وحنا ديجا في اللايف كنا خدمنا على جوج معادلات ديال جوج مستويات. يعني الناس اللي كيتبعوا معنا اللايف راه اكيد غيشوفوا ديجا هاد القواعد هادو. اذا غادي نمسح باش نمشيو للتمرين اخر. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.